كاري البيض. عشان نعمل كاري البيض محتاجين 6 بيضات مسلوقين، بصلة مفرومة، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الجنزبيل المفروم، كوباية من الطماطم المفرومة، 2 فلفل أخضر حامي صحيح زي ما هو، كوبايتين من حليب جوز الهند، زيت نباتي، زبدة، معلقة كبيرة من البهارات الهندية، ومعلقة صغيرة من الكاري، ملح وفلفل أسود. وهجيب بوك أحطها على النار تسخن، ونبدأ نشتغل. ممكن تحطوا زيت وزبدة لأن هي دي كده قريبة من الباتر تشيكن شوية، فاكرينها اللي عملناها الهندية، فهتبقى الزبدة لايقة عليها قوي. يلا بينا. ادي الزيت لحماية الزبدة من ان هي تتحرق، وادي الزبدة. هضيف معاهم البصل والقرنين بتوع الفلفل زي ما هما كده صحاح. تقليبة. واسيبهم كده يسخنوا مع بعض في الحرارة، ولحد ما يسخنوا مع بعض في الحرارة تعالوا نقول كمان مقادير طاسة البيض او البيض على الطريقة التركية عشان برضو نشتغل فيه. اي واحنا شغالين البيض يا جماعة، الطاسة دي فظيعة بصراحة، يا ملهاش حل. 5 بيضات مسلوقين، وقاس منهم نصين زبدة، وكوبايتين من الجبنة الموتزاريلا. دي طبعا ممكن يعني ايه حد يغير، تبقى موتزاريلا على شيدر، تبقى حاجة تانية براحتكم، يشيلها خالص، بس هي طبعا هو يتميز الوصفة دي بالجبنة. معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة كمون، وملح وفلفل اسود، وبصلاية مفرومة، وشوية طماطم مفرومة. الكميات عشوائية قوي، مفيش فيها يعني ايه دقة فظيعة لازم نلتزم بيها. هنجيب طاسة نحطها على النار برضو تسخن للبيض التركي، يلا أعلى درجة حرارة. والإيد دي ندخلها جوه عشان غلط كده تبقى لبره. تقليبة. محتاجين البصل يدبل، مش لازم يلون خالص. هاجي دلوقتي احط معاه الثوم والجنزبيل. ادي الثوم وادي الجنزبيل، هقلب. تقليبة صغيرة. بالشكل ده. وهاجي دلوقتي واحط الطماطم والتوابل، كاري باودر وبهارات هندية. هو انا مش عارفة احنا قلنا مقادير الكاري ولا اشتغلناها على طول؟ قلناها البهارات الهندية، ونقلب. عملنا ايه من الاول؟ نور بتقولي فكرينا عملنا ايه من الاول. شوحنا بصلة في شوية زبدة وزيت، وبعدين ضفنا لها الفلفلين رون الفلفل دي، بعد كده ضفنا لها الثوم والجنزبيل، بعد كده ضفنا لها الطماطم. وزي ما انتم شايفين كده المواضيع دي كلها بتتسبك مع بعضيها من غير اي مشاكل. انا بفكر احط لها شويه ميه عشان تعمل زي صوص كده. هسيبه يغلي، وهاجي دلوقتي اضيف البيض المسلوق كله عشان ياخد من طعم الخلطه دي، يبقى فظيع. وعندي هنا الطاسه يا جماعه بتاعه البيض التركي بتسخن برضو، انا سايباها على النار، هحط لها شويه زيت
وهحط لها شويه زبده. ده ساحت وسخنت وهننزل لها البصل. دلوقتي احنا بنبدا في البيض التركي، عايزين البصل يدبل ويتشوح. وهنا الكاري، بصوا البيض مع الخلطه غلي كويس جدا، فالبيض اخد بقى من طعمها او بدا ياخد من طعمها وبدا ياخد من لونها، وده بالظبط اللي احنا عايزينه عشان ناخد نكهه مميزه، مش مجرد ايه بيض عادي. حاجة انزل عليه يا اما بلبن، حليب جوز هند، ممكن كمان كريمه طهي، ممكن بديل كريمه الطهي، كل دي حاجات تنفع. الاوفر فيهم طبعا بديل كريمه الطهي واللبن، فانا رايي ان دول اللي تعملوهم لو انتوا ايه اللي عايزين لو انتوا عايزين توفروا، يعني لو عايزينها تكون وصفه موفره يبقى بديل كريمه الطهي او اللبن. لو مش فارق موضوع التوفير ده يبقى خلاص، طبعا حليب جوز الهند هيدي احلى طعم. يلا بينا، عندنا ايه تاني هنا كده؟ مع البصل هنحط الطماطم. نقلب. وحدي رشة ملح وفلفل اسود. ملح. قصدي فلفل. وملح. شوية بابريكا، انا حطيت شوية مية على فكرة على البصل والطماطم، وشوية كمون مش كتير، رشه صغنطوطه كده. وادي تقليبه. بالمنظر ده وهنا الكاري عظمه عظمه حقيقي، يعني ريحته تحفه وانا عارفه ان طعمه تحفه. هنيجي بعد كده نعمل ايه؟ ناخد البيض وننزله في الخليط ده. ننزل الصفار، هو اللي وشه تحت. كده كده كده. وهنقوم جايين شايلين الكاري من على النار لان هو خلاص ظبط وبقى زي الفل. وهاخد الجبنه ارشها على الوش، بس قبل ما اعمل كده عايزه ارش على البيض رشه فلفل. وانا عايزه انقل الطاسه دي جنبي هنا عشان ما اقعدش موطيه بقى طول الوقت. وممكن كمان رشة ملح صغيرة مش كبيرة لان احنا عندنا جبنة والجبنة الموتزاريلا اوريدي مالحة. بعد كده هاخد الجبنة الموتزاريلا كلها اغطي بيها وش الطاسة والبيض. بالشكل ده. زي الفل قوي كده. هنسيب البيض
يسيح معاك جبنه، يفضل طبعا نغطيه. انا هجيب اي غطا حله احطه على الوش واوطي النار خالص، عشان اللي هيحصل دلوقتي ان البيض ده هياخد كده من طعم الصوص قوي، والبخار هيسيح لنا الجبنه وهتبقى طاسه عظيمه. طاسه اهي، بصوا بقى المنظر عظمه، شكلها فظيع. اوريكم بقى منظر افظع كمان، بصوا لو جينا ناخد كده واحده بيض، بصوا الجبنه لازقه عليه ازاي وبتنط ازاي، فبصراحه اكله فظيعه. نقفل نقفل نقفل، نرجعها زي ما كانت عشان نقدمها نظيفه، نقدم حاجة نظيفة على وجه الله ما كلناش منها. يلا يلا بينا. اوبا، انا مجهزة لها هنا بورد تتحط عليها عشان سخنة بس مش اكتر.